السلام عليكم مشاهدينا الكرام من حي الشيخ جراح في هذه النافذة للحديث عن الحملة التضامنية، وهي حملة إلكترونية للتضامن مع عائلات الشيخ جراح المهددين بالإخلاء من حيهم ومن منازلهم الذين سكنوها منذ أن جاءوا بعد تهجيرهم من قراهم في النكبة يوم النكبة الفلسطينية عام 1948، وسكنوا هنا في حي الشيخ جراح ليقوم الاحتلال اليوم بمحاولة إخلائهم من منازلهم بعد القرار الأخير الذي صدر من محكمة الاحتلال بحق 8 عائلات مقدسية. إحدى العائلات تم إصدار الإخلاء بحقها، وأربع عائلات منهم تم يعني إعطاؤهم مهلة حتى بعد شهر ونصف لإخلائهم من منازلهم، وثلاث عائلات أيضا بعد ثلاثة أشهر من الإخلاء الأول. يعني معنا هنا مجموعة من العائلات المقدسية، معنا من عائلة حماد وأيضا الكرد ودياب وسكافي وعائلة الصباغ، هي مجموعة من العائلات المهددين بالإخلاء من منازلهم. يعني أبدأ معك هنا أستاذ من عائلة حماد، بداية تعرفنا بنفسك وتخبرنا عن هذه القرارات وعن أهمية الحملة التضامنية للوقوف بجانبكم في هذه المحنة في محاولة الاحتلال بإخلائكم من منازلكم. أنا اسمي عارف حماد، عضو لجنة حي الشيخ جراح. الوضع اللي عندنا إنه في عندنا 8 عائلات مهددة بالإخلاء، ومن صباغ كرد ديجاني داهودي سكافي قاسم، هدول مهددين بالإخلاء الحملة التضامنية بشهر 5 وبشهر 8. الحملة اللي احنا أطلعوها بنات الحي أو صبايا الحي خلينا نقول، هي على أساس يعني توصيل صوتنا لكل الناس إن كان عرب أو أجانب، منشان يتضامنوا معنا، لأنه قضيتنا قضية سياسية مش قضية محاكم ولا قضية حقوق مدنية، هي قضية سياسية واعترفت المحاكم الإسرائيلية بهالكلام هذا. يعني نحن في هذه النافذة نود أن نوضح للمشاهدين عن تفاصيل قضية حي الشيخ جراح، لماذا هذا قرار الإخلاء. طبعا نحن نقف هنا أمام منزل عائلة الكرد، يعني نصف هذا المنزل مثل ما نشاهد من خلفكم تم الاستيلاء على نصف المنزل، وأنتم يعني من تعبيركم عن صمودكم في مدينة القدس وفي حيكم حي الشيخ جراح كتبتم هذه العبارات: لن نرحل. يعني أستاذ هنا نبيل الكرد، وأنت تقف أمام منزلك اليوم نصف تم الاستيلاء عليه، يعني تخبرنا عن البداية هذه القضية عند وصولكم وسكنكم في حي الشيخ جراح، كيف منحتم هذه الوحدات السكنية؟ تحدث عن 28 وحدة سكنية، أي 28 عائلة كانت تقطن في حي الشيخ جراح. هي الهيئة كانت اتفاقية ما بين ثلاث أطراف، الطرف الأساسي فيها كان الحكومة الأردنية اللي قدمت الأرض، والطرف الثاني اللي هي وكالة غوث اللاجئين اللي بنت وأخذت كرتات المؤن. يعني إحنا دفعنا مقابل هذه البيوت، ولكن اللي أنا بطلبه الحقيقة اللي بطلبه صوتنا يوصل من خلال هاي الندوة اللي بدها تصير بالليل، إنه صوتنا يوصل لجلالة الملك ويوصل للسيد أبو مازن، والتنين يتفقوا على حل سياسي، لأنه وضعنا ما هوش قانوني. القانون الإسرائيلي اللي موضوع بطرفينه، طرف لليهود وطرف للفلسطينيين. القانون مجلس النواب كل الأساس أكثر من 70 عائلة و550 فرد، وبالنهاية إحنا مدخل القدس، إحنا بوابة القدس الشمالية، ومن هون بيبدأ المشروع الصهيوني الكبير اللي هو تهويد القدس كاملة، بيبدأ من الشيخ جراح وبنتهي بالمندوب السامي حتى يسوي الحوض المقدس. وهذا الشيء ما له علاقة بالقانون، لأنه كل الأراضي هاي فلسطينية، ولغاية الآن إحنا ما شفنا ولا أي مستند من اليهود إنه هم في لهم أرض هون، وحتى الخرائط اللي قدموها للمحاكم تختلف عن مواصفات هذا الحي وأصغر من هذا الحي. عشان هيك إحنا كل وضعنا سياسي، ومطلوب منا تعاطف العالم بالإضافة لجلالة الملك عبد الله وسيادة الرئيس أبو مازن حتى يقدر يوصلوا صوتنا كامل، بالإضافة للضغط الدولي ضد إسرائيل.
يعني اليوم كان صوتكم تريدون أن يصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدة على وسم أنقذوا حي الشيخ جراح بهذه الحملة في تمام الساعة 9 بتوقيت مدينة القدس، والهدف هو إيصال رسالتكم لجميع الجهات المسؤولة. تخبرنا يعني بتفاصيل هذه المطالب، توضح لنا مطالبكم الأساسية، ما هي الأوراق التي تحتاجونها لإثبات وجودكم، ومن أين هذه الأوراق الثبوتية؟ الأوراق الثبوتية إحنا عندنا 28 اتفاقية مع الحكومة الأردنية، لكن الحكومة الإسرائيلية مش قابلة فيها. من طالب من الحكومة الأردنية الهاشمية إنه تعطينا 28 وثيقة جديدة تحط حقنا بهذه الأرض بناء على الاتفاقية السابقة اللي قالوا فيها خلال 3 سنوات إذا دفعتوا كل سنة الأجور اللي هي إشي بسيط جداً، بدناش نولدش المبلغ لأنه بسيط جدا 3 سنين وسويت مجتمع جيد بهذا الحي. أنا بدي أعطيك هذا البيت وهذه الأرض مقابل الكرت اللي أنت سلمته لوكالة الغوش. هذه القصة اللي بدناها توصل لجميع أنحاء العالم وبالذات للحكومة الأردنية والوكالة الغوث العالمية الأنروا اللي هي اليو إن، مش بس التشغيل الفلسطيني للأمم المتحدة، لأنه اللي عم بيصير حاليا بهذا الحي جريمة حرب. القانون وين ما كان بيقول البلد التي تحتل بلد جديدة ما بيصير تقيم سكانها منها وتحط من بلدها سكان تاني. يعني أنا كفلسطيني ساكن هون من خلال الأردن وهذا البيت أنا أخذته منها، ما بيصير حكومة إسرائيل تطلعني من هذا البيت حتى لو كان إلهم. هذا هيك بالقانون الدولي. هو فعليا هي أرض لملكية الأردن، وتم إقامة هذه الوحدات السكنية بالتعاون أيضا مع وكالة الغوث الأونروا، وتم بناء هذه الوحدات الوحدات السكنية ل 28 عائلة فلسطينية هي لاجئة من مدن فلسطينية بعد النكبة الفلسطينية. نعم. يعني أنا اللي بتحكي أنت حتى لو كانت الأرض لليهود القانون بيقول إنه بالنهاية إلي أنا صار لي ساكن هلأ 60 سنة فيها، قديش 65 سنة فيها، ما بحق لأي بني آدم يطلعني منها تحت أي قانون تحت أي شرط. ولغاية الآن حتى الآن الحكومة الإسرائيلية مش قادرة تثبت هذه الأرض. تثبت الأرض كنا بنطلع، لكن لغاية الآن ما عندهم ولا أي اتفاقية بتقول إنه الأرض إلها إلا القانون الإسرائيلي قال الأرض إلهم. هذا كلام مش صحيح. دعني انتقل ايضا للاستاذ صالح دياب والحديث عن هذا المخطط. يعني هو حي يعني الاستيلاء على المنازل هو ضمن مخطط استيطاني ضخم يقوم به الاحتلال لتهويد مدينه القدس، تخبرنا عن تفاصيل هذا المخطط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مخطط كبير جدا، حلم الصهيوني ما بيدعونه انه 2020 كان وما قدروش عليه، صار 2030 هلا، يبدا بحي الشيخ جراح وينتهي بحي البستان. وقبل 3 أيام أخذوا قرار بهدم 100 منزل بحي البستان. فاليوم هذا التهجير الفلسطيني من بيته. اليوم بيوجد 350,000 فلسطيني مقدسي حامل هوية زرقاء. اليوم لما أنت ياخذوا بيوتنا وأراضينا ويهدموا البيوت، فالمقدسي فيش له مفر، لأنه ما البلدية الاحتلال ما بتعطينا رخص نبني بيوت. على هذا الأساس فيش إلنا بيوت نستأجر. فيش بيوت انك الواحد اذا انتقل من هون لمحل تاني، فهذا بنضطر الواحد يروح ورا الجدار. ورا الجدار معناته احنا خسرنا الهويه المقدسيه. بهذا بنفس الوقت الحكومه الاسرائيليه بتجيب مستوطنين وتسكنهم محلنا، فهون بصير كثره اليهود بشرقي القدس اكثر من الفلسطينيين. يعني غالبيه يهوديه مقابل اقليه مقدسيه فلسطينيه، هذا ما يسعى الاحتلال لاقامته في مدينه القدس لتهويد المدينه. يعني نشاهد هذا البني ادم اللي بده يطلع من بيناتنا هو اللي سرق بيتي. نعم، الان خرج مستوطن من منزل عائله الكرد بعد ان استولى عليه في السنوات الماضيه، وهذا هنا المخاوف ان تكون مصير بقيه المنازل كمنزل عائله الكرد وغيرها من العائلات التي تم الاستيلاء عليها في السنوات الماضيه. معنا ايضا هنا من عائله سكاف، يعطيك العافيه، تعرفنا بنفسك وتخبرنا عن عائلتك، وضع العائله، يعني المخاوف التي تعيشونها انتم كعائلات، ويهددكم شبح الاخلاء من منازلكم. عبد الفتاح السكافي من سكان القدس الشيخ جراح. طبعا انا مهدد، معي واحد من العائلات اللي معاه الاشهر 5 تخلي المنزل. طبعا من يوم ما صدر القرار هذا واحنا طبعا عايشين في قلق.
مش عارفين كيف يعني، ما فيش عندنا تصور يعني ممكن كيف بدنا نطلع من هون، ما فيش وين نروح يعني، وضعنا اطفالنا يعني بحاله يرسلها قلق دائم، عدم استقرار زي المحكوم بالاعدام ومش عارف امتى بده ينفذ الحكم فيه. طبعا نفس انا كسائر الحي وكسائر كل المجموعه المهدده هذه بالحي سواء بالقدس كلها كلياتنا يعني بصراحه بنعيش حاله الطوارئ يعني 24 ساعه نخاف ينام يدخلوا علينا، حالنا كحال القدس كلها يعني مش بس الشيخ جراح. انا عائلتي مكونه من 13 نفر، ست صغار ست اطفال الاحفاد واحنا سبعه كبار، بنعيش في تقريبا 100 متر مربع، وطبعا ما عندناش يعني في حاله طردنا ما عندناش بديل، واحنا طبعا بنطلب كل واحد بيقدر يساعدنا واقف معنا بجميع يعني اي مساعده بيقدر يقدمها الشيخ جراح، خاصه معنويه تضامنيه. الضغط دول العالم هاي اللي بتطبع مع اسرائيل بنطلب منها يعني يمنعوا الحكي هذا. نعم. الاوروبيين هم المسؤولين برضه كونهم كانوا طرف بالاتفاقيات اللي صارت بين الاردن والوكاله وبيننا، كونهم يعني طرف مفروض يتحركوا يضغطوا على اسرائيل. يعني مطالبكم هي ان تبقوا في منازلكم. نعم. وعدم تهجيركم من. نعم. ارضكم ومنازلكم. نعم. يعني انت من المتوقع ان يعني حسب ما امهلكم حكومه محكمه الاحتلال بالاخلاء بعد شهر ونصف، ولكن عائله الصباغ تم اصدار الاخلاء بحقكم كعائله الصباغ، يعني من المتوقع باي لحظه ان تتم عمليه الاخلاء؟ يعني رسالتك اليوم ولجميع لكل من يستمع الينا في هذه اللحظه. محمد صباغ من حي الجراح، احنا قرار الاخلاء وارد وتنفيذ ما بنعرف امتى، لكن في عندنا استئناف المركزيه بنستنى المركزيه تاخذ الجلسه بقضيتنا. الاخلاء مجمد لغايه الان مع انه كان نشط، لكن قدرنا نجمده بواسطه المحامين، وافقت المحكمه المركزيه على عقد جلسه وحطينا 32000 شيكل على اساس يوافقوا على طلبنا. فاحنا هلا بنستنى الرد تبعهم امتى بتكون الجلسه تاعتنا. تجميد القرار؟ القرار مجمد. نعم. وافقت على التجميد لانه كان نشط، لكن لما دفعنا وهذا جمدوا قرار الاخلاء، مع انه لو ما قدمنا الطلب ودفعنا المسار هذول كان نفذ الاخلاء، والاخلاء كان وارد يعني. هلا احنا عائله صباغ عباره عن 32 نفر منهم 10 اطفال لتحت 18. احنا لاجئين من يافا. قضيتنا زي ما تفضل الاخوان انه قضيتنا قضيه سياسيه وليست قضيه قضاء يعني، لان احنا عارفين القضاء الاسرائيلي مش راح يوقف معنا. واحنا بنطالب اي جهه مسؤوله في العالم انها توقف معنا تمنع هذا القرار، لانه قضيتنا قضيه الحي كله اطول قضيه واخر قضيه في تاريخ القضاء الاسرائيلي من سنه 72 لغايه الان. يعني قدروا يخلوا ثلاث عيال من 2008 و2009 بالتزوير زي ما تفضل الاخوان، تزوير وثيقه انه بيقولوا انهم اصحاب الارض من زمان يعني. لكن نتمنى الوثيقه ما لها اصل في تركيا. نتمنى ان تصل رسالتكم جميعا عبر هذه النافذه وايضا عبر الحمله التي ستنطلق مساء اليوم بتوقيت القدس الساعه 9:00. يعني هي هنا دعوه من السكان والعائلات المقدسيه بالمشاركه في هذه الحمله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه عبر وسم انقذوا حي الشيخ جراح. اذا مشاهدينا الكرام كنا معكم من هذا الحي مع العائلات المقدسيه الذين يرافقهم شبح وخطر الاخلاء من منازلهم في اي لحظه من قبل حكومه الاحتلال وبمساندة الجمعيات الاستيطانية. ممكن أزيد مناشدة ولا خلاص؟ أو آسف.